اهلا اهلا، احنا نهارنا فل باين. بقولك قطه النبي، ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسأل عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبة. ايه كليبة دي؟ مفروض كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. انت ايه ده؟ انت بص، ده انت عايشه الشخصيه، مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف، انتوا شغالين ليل ونهار كده؟ مفيش ستوب، مفيش بريك، والحسنه رايحه جايه، والعبيد عاملين يتضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم، ده عباس العقاد ده. عباس العقاد ده شغل العظيم الثقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول، ما هذه اللغوة؟ تعال هيا بنا ساروي لك حكاية في الداخل. تعال تعال بنت، ليه حافظة الدور؟ الديكور ده، الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عمل الديكور ده؟ اجلس هنا. تظهر بس الحياه هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحه بقى، انت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده؟ مهندس الديكور. مهندس الديكور فظيع. ما رايك؟ هذه خيمتي. ايوه يا زمن الفن الجميل. زيدي لاتي أم كلثوم، هذه خيمتي وحلم حلو لي. هو ده. أعني أن هذه الخيمة هي لإسعاد الرجال وإمتاعهم. زاد فل. لا تقلق، بمبلغ زهيد. زاد فل. إنها للرجال الأقوياء مثلك من سادة قريش. يعني أنا شايف إنه كل ما قابل حد يقول لي قريش، فهي ليه مكررة في السيران كتير يعني؟ يعني الأستاذ عباس العقاد ليه مصر على كلمة قريش؟ يبدو أنك غريب ومن قبيلة غريبة وتقول كلاما عجيبا، لكن نحن في قريش. لو ماذا؟ قريش؟ المفتاح؟ المفتاح والباب اللي هو رصد، يبقى ده بجد بقى، يبقى انت قريش بجد. يعني دلوقتي احنا قاعدين كده، ممكن ابو لهب يخش علينا؟ ربما جائز. والنبي قريش. يا نهار اسود. وليل كموش البحر ارخى سدوله. يا عم اقعد لنا بقى في حته بقى، هتقعد ارخى بالورود. وده شاعر بجد ولا ايه؟ هذا شاعر قريش. شاعر قريش برضك؟ اتفضل قول يا زميل. علي بانواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصوبه. ايوه. واردف اعجازا وناء بكلكلي. الا ايها الليل الطويل، الا انجلي. حلاوتك هو ده بقى. بصبح وما الإصباح إلا بأمثلي. أحسن. بخن شعر جميل. بخن جميل. هنا ودول اللي هناك دول كمان دول. إنهم يقامرون. سآتي لك بالنبيذ المعصق. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتكامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياة ولدك، يعني
هو احنا هنا فين يعني؟ اصلا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين احنا بدل من قبيله قريش. يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي، نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. اهلا اهلا، احنا نهارنا فل باين. بقولك قطة النبي، ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسألوا عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبة. ايه كليبة دي؟ مفرد كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. ايه ده انت، ايه ده انت، بص ده انت عايشة الشخصية مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف انتوا شغالين ليل ونهار كده؟ مفيش ستوب، مفيش بريك، والحسنة رايحة جاية، والعبيد عمالين يتضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم، ده عباس العقاد ده. ها عباس العقاد ده شغل العظيم الثقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول، ما هذه اللغوة. تعال هيا بنا سروي لك حكاية في الداخل. في الداخل؟ تعال بنت ليه حافظة الدور؟ الديكور ده، الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عمل الديكور ده؟ اجلس هنا. بس الحكايات هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحة بقى أنت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده، المهندس الديكور. مهندس الديكور فظيع. ما رأيك؟ هذه خيمتي. ايوه يا زمن الفن الجميل. هذه ليلتي أم كلثوم، هذه خيمتي وحلم حلولي. هو ده. أعني أن هذه الخيمة هي لإسعاد الرجال وإمتاعهم. زلفل لا تقلق بمبلغ زهيد. زلفل إنها للرجال الأقوياء مثلك من سادة قريش. يعني أنا شايف إنه كل ما قابل حد يقول قريش قريش، فهي ليه مكررة في السيناريو كتير يعني؟ يعني الأستاذ عباس العقاد ليه مصر على كلمة قريش؟ يبدو أنك غريب ومن قبيلة غريبة وتقول كلاما عجيبا، لكن نحن في قريش. لو النبي قريش؟ المفتاح يبقى المفتاح والباب اللي ورثه دي بعدها بجد بقى، يبقى انت قريش بجد. قريش بجد يعني دلوقتي احنا قاعدين كده، ممكن ابو لهب يخش علينا؟ ربما جائز. بالنبي قريش. يا نهار اسود. وليل كموش البحر ارخى سدوله. يا عم اقعد لنا بقى في حته بقى، هتقعد ارخى بالورولو. وده شاعر بجد ولا ايه؟ هذا شاعر قريش. شاعر قريش برضك؟ اتفضل قول يا زميل. علي بانواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه. ايوه. واردف اعجازا وناء بكلكلي. الا ايها الليل الطويل، الا انجلي. حلاوتك هو ده بقى. بصبح وما الاصباح الا بامثلي. بخن شعر جميل. بخن جميل. هنا ودول اللي هناك دول كمان دول. إنهم يقامرون. سآتي لك بالنبيذ المعصق. هنا لا شيء. خذ
هنا لا شيء. خذ هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتكامل. تتكامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياته ودك، يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصلا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين، احنا بدل من قبيله قريش، يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي، نحن من ساده قريش. طب لحظه واحده كده،